بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد في مادة الرياضيات لسنة ثالثة ابتدائي، الجمع والطرح ثلاثة. نبدأ بركة الله. في هذا الدرس نتعلم كيف ننجز عملية الجمع لعددين مكونين من رقمين، كما نتعلم كيف ننجز عملية الطرح لعددين مكونين من رقمين بطريقتين مختلفتين، باستعمال التفكيك والتجميع وباستعمال الشريط العددي. أهم نقطة تركيز عليها أنه أثناء الجمع فإننا نتقدم في اتجاه الشريط العددي، أما أثناء الطرح فإننا نسير عكس الشريط العددي. تابع حتى تفهم ذلك جيدا. العملية الأولى 84 زائد 32. للعلم أن كل عدد مكون من رقمين يكون لديه مرتبتين، وحدات عشرات، أربع وحدات ثمانية عشرات، رقم عشراته ثمانية ورقم وحداته أربعة، 32 رقم وحداته اثنان ورقم عشراته ثلاثة، أي تساوي. نقوم بعملية تفكيك للعدد الثاني، تساوي 84، 32 عدد العشرات 30 زائد رقم الوحدات 2، ثم نضيف العشرات إلى العشرات، الوحدات 4، 8 عشرات، إذا لدينا 8 عشرات 80، أضيف لها 30 تصبح 11 ويصبح العدد 114، ثم أضيف الوحدات، أي بعد التفكيك العدد الثاني أضيف العشرات مباشرة إلى العشرات، أقوم بعملية الجمع تحصل على العدد، ثم أضيف الوحدات 114 زائد 2، 2 أضيفها مباشرة للوحدات 4 تصبح 6 وتحصل النتيجة النهائية 116. إذن هذه الطريقة هي التفكيك، قمنا بتفكيك العدد الثاني إلى عشرات ووحدات، ثم التجميع أي بدأنا بتجميع العشرات ثم الوحدات. نفس العملية على الشريط العددي، لدينا الشريط العددي من اليسار إلى اليمين. العملية هي 84 زائد 32، أضع العدد 84، أضيف العشرات، لما أضيف العشرات كم زائد 30 بمعنى 10 و10 و10 تصبح 84، أضيف لها العشرة الأولى تصبح 94، ثم أضيف لها العشرة الثانية تصبح 104، ثم أضيف لها العشرة الثالثة وتصبح 114، بعدها زائد الوحدات، لاحظ هنا زائد 2، فككنا 32 إلى عشرات ووحدات، أضفنا العشرات أولاً إلى العشرة، ثم أضفنا الوحدات زائد 2، 114، أضيف لها رتبتان زائد 2، 114، 115، 116 مرتبتان زائد 2. هنا لاحظ عملية لما نجمع عددان كلاهما مكونان من رقمان، العملية نسير في اتجاه نتقدم، فإننا نتقدم في اتجاه الشريط العددي،
إذن هذا لما ننجز العملية على شريط عددي. تسهل العملية على التلميذ عندما هنا يلاحظ أن 84، العدد 84 زائد 3 أضيف له 10 ثم 10 ثم 10، ويبقى دائما يضيف العشرات إلى رقم العشرات وهكذا. ثم يضيف الوحدات، يضيف وحدتان إلى، يضيفها مباشرتان إلى الوحدة الأولى ثم الوحدة الثانية، ومضيفها مباشرة إلى رقم الوحدات 4 زائد 2 6، ويصبح العدد 116. مهم جدا أثناء عملية الجمع فنحن نتقدم في اتجاه الشريط العددي، بمعنى الأعداد 84 114 116، فنحن نسير في، نتقدم على الشريط العددي. الآن عملية الطرح. دائما ما بين عددين مكونين من رقمين، نبدأ بالتفكيك والتجميع. 75 ناقص 53، 75 نفكك العدد الثاني، ناقص العشرات 50 ثم ناقص الوحدات ناقص 3، فككت العدد 53، وحدات 3 والعشرات 5 تصبح 50، الرقم 5 إذا العشرات 50. ثم نقوم بتجميع الطرح، عشرات، نطرح العشرات من العشرات. 75 بها 7 عشرات أي العدد 70، ناقص 50 يبقى لدي 20 أي عدد رقم عشرات يصبح 2، أي 7 عشرات هنا، 50 كم فيها من عشرة؟ فيها 5 عشرات، إذن 7 عشرات الموجودة هنا ناقص نطرح منها 5 عشرات تبقى لدي عشرتين 2، ثم 5 ناقص 0 5 الوحدات. ثم نطرح في الأخير، نطرح ننزل الوحدات ونطرح الوحدات، 25 ناقص 3، إذا نطرح مباشرة من الوحدات، 5 ناقص 3 2 وعدد العشرات 2، وتصبح النتيجة 22. أي نفكك العدد الثاني إلى عشرة وحدات ثم نجمع الطرح، أي بمعنى لا نقوم بالجمع ولكن أطرح العشرات من العشرات أولا ثم نطرح الوحدات من الوحدات. ما أظن واضح هذا الآن. نرى عملية الطرح بالشريط العددي. الشريط العددي من اليسار إلى اليمين. العملية هي 75 ناقص 53، 75 ناقص العشرات ناقص 50، نقم العشرات 5 أي عدد العشرات 50، إذن 75 ناقص 50، لما أقول كم عشرة بها؟ بها 5 عشرات، أي 75 ناقص 10 تصبح 65، ناقص 10 تصبح 55، ناقص 10 تصبح 45، ناقص 10 تصبح 35، ناقص 10 تصبح 25، أي أنقصت 5 عشرات من 7 عشرات. لما أنقص لاحظوا نتوجه في الاتجاه المعاكس للشريط، أي نتراجع، 75 ناقص 50 تصبح 25، أي أنقصنا العشرات أولا ثم ننقص الوحدات، ناقص 3 الوحدات من الوحدات، ننقص 3 من رقم الوحدات هنا هو 5، إذن 5 ناقص 3 هي 2 ويصبح النتيجة 25، أي بالطريقة أخرى عندنا 25 نتراجع بثلاث مراتب، 25 ناقص مرتبة إلى الخلف ناقص 1 تصبح 24، ناقص 2 تصبح 23، ناقص 3 تصبح 22.
أي أثناء عملية الطرح، لاحظوا الأعداد 75، 25، 22. أثناء عملية الطرح فإن العملية نتجه في الاتجاه المعاكس للشريط العدمي، لأننا نقوم بعملية الطرح أي ننقص من قيمة العدد الأول.